جلسة حوارية جمعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الأحد بقطاع منتجي ومستوردي الأدوية. فبدأ الحديث رئيس اللجنة النائب عيسى الخشاشنة بسؤاله عن سبب اختلاف أسعار الأدوية في الأردن مع دول أخرى، وتأكيده على أهمية الوقوف مع المواطن والمستثمر في نفس الوقت. نحن نحترم ونجل مرة أخرى أصحابين الشركات المنتجة والتي تثري البلد وتزيد في اقتصاد وموازنة وميزانية هذا البلد، بس بنفس الوقت لابد لنا أن نعي ونفهم ونقف على الحقيقة ما يدور في الشارع في هذا البلد. نقيب الصيادلة زيد الكيلاني أشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي المعنية بتسعير الأدوية وفق أسس عالمية، متهما الإعلام بافتعال نمطية في المجتمع من خلال عناوين المواد الصحفية التي تداولت موضوع تسعيرة الأدوية. لهون بيجي اللي صابنا بصراحة استياء من الطريقة اللي تم ترويج أو اللي طلعت فيها قضية أسعار الدواء. الصيادلة ما لهم أي علاقة في تسعير الدواء، لا أصحاب الصيدليات ولا أصحاب المستودعات. وزارة الصحة ممثل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء اللي هي مؤسسة مستقلة نشهد لها بكل بنزاهتها وبشفافيتها وبعملها، بصراحة من وقت ما أنشئت لليوم كانت قدوة حتى البلاد اللي حوالينا أسسوا مؤسسات عامة غذاء ودواء أسوة في الأردن. الطريقة اللي طلع فيها الموضوع أسعار الدواء والصيادلة واللي تفضل فيه الدكتور الإعلام طبعا هو ما حكى عنه الحيتان والمافيات الدوائية وأكثر وبعض الإعلام العناوين جاءت الثروات من آلام المرضى، تمام، عملوا نمطية في المجتمع، وهذا لا أنتم كنواب ولا نحن كجزء من هذا النسيج والمجتمع الوطني نرضى أنه يتم عزل ووضع الصيادلة اللي هم من وقف ضد رفع ضريبة المبيعات على الدواء بشهر واحد. في الأردن 7159 دواء مسجلين بالأردن، 7159، وهاي الإحصائية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 40% منهم سعرهم تحت 5 دنانير، 56% منهم سعرهم تحت 10 دنانير، 70% منهم تحت 20 دينار. فإذا إحنا بنحكي الدواء في الأردن غالي، أي دواء هو اللي غالي؟ نتطلع على التسعير في منظومته الصح، حتى زي ما قالوا يضل متوفر الدواء بكل أسعاره، لكن الكواليتي ما حدا يلعب فيها. عشان ما بيهمك أنت بتقول مصر وبتقول تركيا، مصر من ليش ما بيصدروا مصر؟ لأنه الكواليتي تبعتهم دائما مش مشهود لها، وإحنا من الصناعة ومنعرف شو بيصير. ما تيجي تقارني، سوريا عملت حماية إغلاقية رجعت صناعتها 20,000 سنة لورا. وكانت في الأونة الأخيرة قد أثارت أسعار الدواء في الأردن ضجة بمختلف المنابر الإعلامية، وذلك بعد مقارنتها مع أسعار لدول أخرى. رامي العيسى، الحقيقة الدولية، عمان.